ثلاثة ديال الأخطاء كديروها الأبطال جداد اللي يلاه دخلوا لاصال واللي لازم تجنبهم إلا كنتي غادي تدخل لاصال. Let's go. أول خطأ هو أنك كتجي لاصال ما عندكش يعني أي فكرة شنو غادي تريني، شنو غادي تضرب، شنو هما الحركات. كتجي كتوصل لاصال مخربق. لذلك قبل ما تجي لاصال مي تكون في الدار ايماجيني كاع لي زيكزيرسيس وشنو العضلة اللي غادي تضرب داك النهار باش ملي تجي لاصال تدخل تفرع لبرا. الخطأ الثاني هو أنك كتريني جوج ديال العضلات كبار في نفس النهار. إلا كنتي مبتدئ ما عمرك دير هاد الغلط. واحد اللي هو افونسي في اللعبة اوكي لأنه عارف اش كيدير، ثاني حاجة عارف بأنه عنده غدا ريكافري فغادي يجي عوال وغادي يكون واجد للحصة الجاية. انت ملي كدير جوج ديال العضلات كبار في نهار واحد كتفرشخ كديموتيفا وكتنسى على الجيم، كتقول هادشي بزاف عليا، هادشي راه اشغال الشقه ماشي لاصال. لذلك غادي تمشي لاصال غتضرب عضله كبيره ومعها عضله صغيره. ثالث خطا كيديروه الابطال الجداد هما كيتبعوا الناس ديال اليوتيوب والناس ديال الانستغرام وكيديروا الحركات ديال الفضاء. كتجي كتشوف واحد كيدير حركه يعني اصلا كتشوفو نتايا ما عنده لا عضلات لهم يحزنون وكيدير شي حركات كما قلنا ديال الفضاء. ويا ريت الا سولتيه ناري صافي نسى كيولي هو فهمتي روني كولمان في اللعبه. ملي كتسول تقول علاش اخويا كدير الحركه تيقول لك لا هاد الحركه راه كتلعب الظهر ديال السنسول ديال سمك القرش. خويا جدك جابك انت شي سمك القرش، خليك غير مع الحاجه اللي سامبل. ما تنساش ان دوك الناس اللي كاينين في الانستغرام واللي كاينين في اليوتيوب راه ناس انهاس يعني انهاس ناس ماشي طبيعيين، واصلا هو باغي يبيع لك البروغرام ديالو. لا اصلا خاصك تشوف انت داك خونا كيدير في الفورما ديالو. خونا اصلا فورما، خونا لعب البيسكس الحاجات الاساسيه ديال كمال الاجسام. داكشي باش طلع هو الفورما، ما طلعش داك الفورما انت اللي كتشوفها داك الحركات الفضاء اللي كدير. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك شير وسبسكرايب. سير بطل.